اخبار اتحاد الكرة ايه؟ والله خلينا الموضوع المثار حاليا اللائحه اللي بيتم عمل مشروع ليها، الناس كلها محتاجه تفهم هل اللائحه دي لائحه تفصيل معموله لحد ضد حد ولا ايه اللي بيتم الاستقرار عليه. خلينا بس نحط نقط على الحروف قدام الراي العام انت اللي بيسمع. دخلت ايه ده؟ انت دخلت على طول وش كده اللائحه؟ عشان ايه ده؟ عشان نختصر على طول، الناس محتاجه تسمع المعلومات على والله طول مش ده فنختصر ليه. سؤالي، ده انت ايه مرتب نفسك قوي؟ لا عشان نختصر ليهم طبعا، وعشان اصل وقتنا اللائحه دي كمان يومين هتكسر الدنيا. بالظبط، واحنا هنقول لك حاجات ما اتقالتش في اي طب حته. قول لي بقى حيثيات اللائحه. بص، مبدئيا انه اللجنه اللي موجوده داخل اتحاد الكره، اللجنه الخماسيه، تمام، لا يحق ليها الترشح للانتخابات اللي جايه تماما، حتى لو عضو استقال النهارده ما ينفعش يترشح برضه في الانتخابات اللي جايه. نمره اثنين، اللجنه اللي موجوده حاليا هي اللي هتكون اللجنه الانتخابيه، يعني كان المعتاد ان هم بيجيبوا لجنه من الجهه الاداريه ولجنه قضائيه بتشرف على الانتخابات، لا، اللجنه دي هي اللي هتشرف على الانتخابات من قبل فيفا لانها متعينه من الاتحاد الدولي. تمام. فبالتالي اللجنه حابه تعمل مشروع للائحه لتعديلها بناء على اوامر من الاتحاد الدولي. البنود المهمه، البنود المهمه هقول لك اهم هم بس الاهم ان هم بعتوا ل 225 نادي كلهم اللي موجودين في الجمعيه العموميه بعد استبعاد عدد من الانديه. ال 225 نادي لم يرد على تعديل اللائحه سوى ناديين في القسم الثالث، يعني لا اهلي رد، لا زمالك رد، لا اسماعيلي رد. فبالتالي الناس دي بقى اشتغلت لوحدها لان ما فيش انديه ردت على تعديلات اللائحه. وده قانوني؟ لا قانوني، انا بعت لك عشان انا بطلب رايك ان انت تعدل لي اللائحه، انا هعمل مشروع لائحه، فلو عندك مقترحات ابعتها لي عشان اخدها في عين الاعتبار. مفيش انديه بعتت غير ناديين في القسم الثالث. طيب تمام، ودي برضو في حد ذاتها مشكله كبيره يعني بالنسبه للرياضه المصريه. نمره اثنين، انه بعض البنود اللي الناس بتتكلم عليها، اولا بند الثمان سنوات، بند الثمان سنوات هيبقى 12 سنه، مش هيبقى 8 سنوات بس، هيتم تطبيق 12 سنه، واللي يحق ليه ان هو موجود في ال 12 سنه مش هيدخل انتخابات اتحاد الكره اطلاقا. يعني لو واحد ترشح 8 سنين قبل كده فاضل له اربعه، كان موجود اربعه فاضل له 8، لو ال 12 خدهم ورا بعض خلاص مش موجود. يعني ال 12 يا احمد ابو حميد، النبي خليني اخد ودي معاك بس عشان الناس تفهم واحده واحده. طيب ال 12 سنه دي هي ما يعني باكج واحده، خلاص مدى الحياة 12 سنة وخلاص. انت دخلت حضرتك كام؟ دخلت 4 يبقى ناقص لك 8 اذا كنت مثلا هتستمر او عايز تدخل. لو دخلت 8 يبقى ناقص لك 4، لو دخلت 12 انت مش هتخش. بالظبط، خدتهم قسط، خدتهم كاش، هم ال 12 سنة. الله ينور عليك.